السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ادم ومينتو الوصفه ديال اليوم غتكون ان شاء الله كريب حلو مع اقتراع ديال واحد الصلصه ديال الشوكولاته تجي زوينه مرافقه لهاد لي كريب. هاد لي كريب تيجيونا لذاد بزاف، يعني تيبغيوهم الدراري الصغار والكبار، ويعني وتيكونوا في جميع يعني الاوقات يمكن لك تحضريهم. قبل ما نبداو على بركه الله ما تنساونيش اخوتي بلي لايك وتبارطاجيو مع الاصحاب والاحباب ديالكم وتشاركوا في القناة ديالي بالنسبة للناس اللي ما مشاركينش مع الضغط على الجرس باش دائما نوصلكم اي جديد درنا. وتنشكركم بزاف على كاع التعاليق المحفزة اللي خلاتني نستمر ونزيد. المقادير ديال هاد الكريب ساهلين وتيجيو زوينين بزاف. بالنسبة للمقادير عندنا جوج كيسان ديال الحليب، عندنا 225 غرام ديال الدقيق، واحد القبيصة ديال الملحة، معلقه كبيره ديال السنيده، واحد فانيا اللي بغى يبدل الفاني ويدير قشره ديال الحام حتى تجي زوينه، معلقه كبيره ديال الزبده اللي هي 50 غرام، وجوج ديال البيضات. تنديروا هادشي كله في مولينكس وتنطحنوه. بالنسبه للكريب راه ما تيبغاش الطحين بزاف، يعني غير على ما ينسجموا لنا العناصر ونحبسوا عليه. هنايا كنديروا كلشي في مولينكس ونطحنوه. نديروا الحليب، كنا جوج ديال الكيسان ديال الحليب، غادي نديرو جوج ديال البيضات، نديرو ديك المعلقة ديال الزبدة ديالنا اللي كنا 50 غرام، نطربو واحد شوية، وعاد نزيدو النواشف اللي أنا خلطتهم هنا كاملين، خلطت الدقيق، قبيصة الملحة، الفاني والسنيدة. بعد ما طحنا في مولينكس مزيان، هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي ندوزو باش نعمرو. انا بغيت نعمرو بالبنان، تناخذو كاي بنان على حسب الاشخاص اللي عندك، وغادي نقيهم وغادي نديرهم في واحد المقله وانتم تشوفوا معايا الطريقه. خدينا البنان على حسب الاشخاص، درنا معلقه ديال الزبده كبيره وجوج معالق ديال السنيده، ونخليه هكاك فوق النار حتى يتكراميليزا، يعني حتى يولي لنا داك البنان معسل، يعني ما يتفرتش ولكن يولي معسل. البنان مع الشوكولا يعني تيجيو مواتيين بزاف. بالنسبه للصوص باش غادي نسقيو هاد باش ندهنوا هاد الكريب، ندير واحد لاصوص شوكولا تجي زوينه ورائعه وناجحه. عندنا هنايا كاس ديال السنيده، بنفس الكاس تنعبروا الماء، كاس ديال الماء. هنايا عندي جوج معالق صغار ديال الكاكاو ومعلقه كبيره عامره ديال المايزينا، يعني نشا الدوره. تنخلطوا كل شيء مزيان. وتنديروه فوق النار مع التحريك، هو تيغلي وحنا تنحركو، راه ما تيعقدش مزيان، تيعقدي واحد شويه وتنطفيو عليه. تنطفيو عليه، تنزيدو عليه واحد ثلاثه ديال المربعات ديال الشوكولا، ديال الشوكولا الكحل، ومعلقه ديال الزبده غير صغيره، ونخلطو وبيه باش تندهنو داك الكريب ديالنا. بعد ما كملنا الكريب ديالنا هو هذا، واش كتيجي؟ تجي رائعه. لاصوص الشوكولا ديالنا بردات، تتولي بحال هذا الشكل. هذا هاد لاصوص الشوكولا يمكننا نديروه حتى ندهنوا بها الخبز، يمكننا نديرو نزينو بها لي كيك، تتجي عقده وزوينه وبنينه. اللي بغى يزيد يعني يزيد يبننها يعني بالبنه ديال القهوه، حتى هي راه تتجي فيها زوينه البنه ديالها. هنا بعد ما تعسلنا البنان، دابا غادي ندوزو يعني كيفاش نبليو، كيفاش نطويو هذا لي كريب. هنا خديت واحد شويه ديال لي زامون دي فيلي وحمرتهم نزين بهم.
حتى ناخذوا لي كريب بحال هكا. تندهنوه بواحد شويش ديال لاصوص شوكولا. يعني الدراري الصغار تيحماقوا على شي حاجه سميتها الشوكولا، يعني قليل فاش تلقى شي طفل ما تيبغي الشوكولا، ولكن الاطفال كلهم تيبغيو الشوكولا. ناخذ واحد الطرف ديال البنان بحال هكايا ونحطوه هنايا ونطوي الكريب ديالنا. بحال هكا وهذا الشكل النهائي ديالها. تنستمروا هكا حنا غادي نتزينوا الكريب ديالنا حتى تنكملوه. نديرو فيها طريف البنان نطوي عليها هكا ونطوي عليها هكا ويوجد لنا الكريب ديالنا. وبالنسبة للتعمر كل واحد شنو بغا يعمر، اللي بغا يدهنهم غير بالشوكلاط، اللي بغا يعني كل واحد كيف تيبغا ياكلهم، بغا يديرهم بالعسل، اللي بغا يديرهم توا بالتفاح مع عسل توا تيجي زوين تيجي بنين. كل واحد والطريقه اللي بغا يصايب بها، تتبقى غير افكار وصافي. والشوكولاط والبنان تيتواتاو بزاف. استمروا هكايا حتى نكملوا ديك لا كونتيتي اللي عندنا ديال الكريب كامله. يمكن هاد الكريب نوجدوهم حتى مالحين، راه تيجيو زويونين حتى مالحين، يعني غير ديك المعلقه ديال السكر ما نديروهاش. النهائي ديال الشكل الاول ديال بعد ما طويناهم درت لهم واحد شويه ديال الشوكولا من الفوق وزينتهم بلي زامور ديال الفيلي وزينت يعني حطيت معاهم واحد شويه ديال لاصوص كما اللي بغى يزيدهم لاصوص. صدقوني راهم تيجيو زوينين تيجيو بنينين، تيجي داك التعادل ديال ما بين داك البنه ديال البنان والبنه ديال الشوكولا تيجيو زوينين. انا وجدتهم لوليداتي الكاسكروك ودابا غادي نوريك الشكل الثاني اللي درت، يعني ماشي شي حاجه شي اختراع ولا شي حاجه، المهم هي تنبدلوا الاشكال باش نجلبوا الدراري الصغار باش ياكلوا لنا، لان اكثريه ديال النساء تيعانيو مع وليداتهم ما تيبغاوش ياكلوا، وانا وحده من الناس اللي تيعانيو مع ولدي. الشكل الثاني ديال الكريب اللي درت لي واحد الخمسة ديال الكريب، قلت علاش لا غادي نديرهم دابا على الوجه الاخر، يعني ما نديرهمش على الوجه داك اللي تيكون منقط، على الوجه الاخر. وهنا الشوكولا خففتها شويه، زدت لها واحد شويه ديال حليب سخون يعني باش خففت لي شويه، لان بغيت نزوق بها من الفوق، الا كانت هكا يعني شويه خاطره ما تتساعدناش. تندهن الكريب ديالنا عادي وتندير فيها الطرف ديال البنان صافي، وتنطويها كيف طويت الولا، يعني ماشي شي حاجه جديده، غير يعني داك اللويه تيتبدل، اللون ديال الاول كانوا هكاك منقطين، هادو تيجي هكا في هاد الشكيله كتولي تبدل لهم المنظر. المهم انا قلت لكم هي باش نجلبوا الانظار ديال الدراري. فرحت ما ياكل وحده دي ياكل جوج، هادي يبان له داك اللون مغاير غادي يسحب له داك راه شكل اخر ولا شي بنه اخر، المهم باش ياكلوا لنا وصافي. نستمروا هكا يكملوا داك الشكل كامل وبقاو معايا حتى تشوفوا التزيين النهائي اللي درت للكريب.
هذا هو ديالنا. بعد ما كملناهم زينتهم وجد كسكروت لوليداتي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، اشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. وشكرا على التشجيع، وباقي محتاجين للتشجيع ديالكم.